بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم هذه المرة مسجلة نظرا لاعتبارات فنية طارئة، وسوف نواصل البث المباشر في الحلقات القادمة إن شاء الله. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: نعم، يتداول بعض الناس في هذه الأيام بعض مقاطع الفيديو التي تروج للتطبيع، ويزعم أصحابها وهم يتحدثون بلسان عربي ويرتدون ثيابا عربية أن فلسطين إرث إسرائيلي، وأن القرآن الكريم قد شهد بذلك صراحة في مثل قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فكيف نرد على هذه المزاعم؟ ويظهر والذي يبدو أن ظاهر الآية يؤيد مزاعم فتنة عامة أصبح الناس يتقاولون بها في مناطق شتى، فكيف نرد على هذه المزاعم؟ أفتونا مأجورين. نعم، نقول لهؤلاء: إن وراثة الأرض المقدسة لا تكون بوراثة النسب، فليس بين الله وبين أحد من خلقه من نسب إلا التقوى، إنما هي الوراثة المبنية على الإيمان والعمل الصالح. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور كتب الأنبياء جميعا، والذكر هو أم الكتاب الذي عنده في السماء، فهو أمر أبرمه الله في كتبه الشرعية وفي كتبه القدرية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والعهد الذي أعطاه الله لأنبيائه وللصالحين من أتباعهم مشروط بذلك. فهذا خليل الرحمن بعد أن قال له ربه: إني جاعلك للناس إماما، بعدها تطلع وتشوف أن تكون الإمامة في ذريته كذلك، ومنهم بنو إسرائيل بطبيعة الحال، فإن إسرائيل أحد أولاد سيدنا إبراهيم. فبين الله جل جلاله له أن ذلك مشروط بالبقاء على الحنيفية وتجنب الانحراف عنها بالظلم. فقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. والعهد الذي أعطاه الله لبني إسرائيل خاصة منوط بوفائهم بعهدهم مع الله عز وجل، ومن ذلك الإيمان بالرسل، ومنهم خاتمهم وإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم قال بعدها: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فأمرهم بالوفاء بعهدي، ومنه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الكتاب مصدقا لما معهم، وحذرهم من نقضه حتى لا يحل بهم ما حل بالأمم قبلهم من النقمات وقد خلت من قبلهم المثلات. فقال: وإياي فارهبون. فانتقل من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول. ثم أكد هذا المعنى فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا
لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل. ثم قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل استحقاقهم للإمامة منوطا بالصبر واليقين، فعلى أساسهما يكون الاصطفاء وبهما تنال الإمامة في الدين. السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه المقدمات، هل بقي بنو إسرائيل على عهد الله وميثاقه ليستحق استدامة هذا الوعد الكريم والعهد النبيل والنعمة الجزيلة؟ الجواب عن ذلك ما صرح به القرآن الكريم وما شهدت به قواطع التاريخ ويقينيات الحاضر المعيش من نقضهم الصريح للميثاق وكفرهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائه وسعيهم بالفساد في الأرض، الأمر الذي استوجب لعنهم وطردهم من عهد الله وأن يسلط الله عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اسمعوا قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. في آية أخرى يقول الله جل جلاله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فهذه من الذنوب العظام لترتكبوها فأوجد عليهم اللعنة والطرد والإبعاد عن الهدى والطبع على القلوب. وآية أخرى وفيها يقول الله جل جلاله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم اسمع إلى حيثيات هذا الحكم الرباني العالي ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعدون. أيضا يقول الله جل جلاله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. نعم فكانت النتيجة استحقاق العذاب. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وأنه لغفور رحيم. وكيف يبقى على تكليم الله لهم ووفائه بعهده إليهم من كذبوا رسوله الخاتم وكفروا بما أنزل عليه من الكتاب العزيز بل وتطاولوا على ذاته المقدسة وعلى أنبيائه الكرام. فكانوا يقولون يد الله مغلولة وكانوا يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كيف يبقى تكريم الله لهم وقد قالوا عن المسيح وأمه ما قالوه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قالوه عن نبي الله سليمان من أنه ارتد في آخر عمره وعاد إلى عبادة الأوثان والله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما قالوه عن نبي الله لوط أنه شرب الخمر حتى سكر وأنه فجر بابنتيه حتى أحبلهما. الله جل وعلا يصطفي صفوة خلقه ليكونوا سفراءه بينه وبين عباده. الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس. فما كتبه الله لبني إسرائيل من الأرض المقدسة كان مشروطا بوفائهم بعهد الله وبقائهم على التوحيد والإيمان. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فهؤلاء المسلمون الصالحون من أتباع موسى هم الذين وعدوا هذا الوعد الكريم. فلما ارتد قومه من بعده على أعقابهم ونكسوا على رؤوسهم حقت عليهم كلمة العذاب وتأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. من ناحية أخرى فقد دلت النصوص الشرعية دلت نصوص الكتاب المقدس على أن هذه الأرض وغيرها من أرض الله مما وعد به الصالحون من المسلمين. فقال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أرض خيبر أرض فارس والروم والشام ومنها فلسطين. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا وعد من الله لرسوله أنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم بهم تصلح البلاد تخضع لهم العباد وليبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم وقد فعل تبارك وتعالى فلله الحمد والمنة. أيضا في الحديث إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يقول أهل العلم أي الذهب والفضة والمراد كنزا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام أو ملكي العراق والشام. ومن بينها فتح بيت المقدس في حديث عوف ابن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة ذكر منها فتح بيت المقدس. لكننا نؤكد في ختام جوابنا عن هذه الفتوى إن حدوث هذا من قبل وإن استعادته واستدامته من بعد إنما هو منوط بهذا الشرط القرآني والعهد الإلهي يعبدونني لا يشركون بي شيئا حتى لا نكرر نفس الخطيئة الإسرائيلية مرة أخرى والله تعالى أعلم. السؤال الآخر أو التالي في هذه الحلقة سيدة تقول كنت أريد أن
أسأل، لو أن أختا من الأخوات حواجبها ضعيفة وخفيفة جدا، هل ينفع، هل يصلح، هل يشرع أن ترسمها تاتو لكن مش محدد جامد، يعني تخليه طبيعي وكأنه حواجب عادية؟ نقول لأمة الله السائلة: شكر الله لك حرصك على السؤال وعلى التحري، وأرجو أن تستمعي بشيء من التفصيل كما يعني كما طلبت، بارك الله فيك. إن حديث ابن مسعود يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتفلجات يعني التي تقوم ببرد أسنانها لتجعلها غير متلاصقة حتى تظهر أنها صغيرة في السن، وسبحان الله يا ابن، هذا معيار قديم للجمال. اليوم بيملأوا الفراغات عكس ما صور، يعني أطباء الأسنان يستقبلون بعض مريدات الزينة لملء الفراغات وليس لتوسيعها، فسبحان الله لكل زمن تذوقه الجمال على كل حال. وكلمة للحسن ده محل الشاهد، إنما يدل على أن المحرم فعل ذلك طلبا للحسن والجمال، فيفهم منه أن من فعل ذلك علاجا أو سترا لعيب موجود أن ذلك جائز لا بأس به. وهذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، يقول: وأما قوله والمتفلجات للحسن يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. هذا تعليق النووي في شرحه على صحيح مسلم. أيضا في حديث أبي داود عن ابن عباس: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. هذه زيادة صحيحة صححها الألباني في صحيح أبي داود، فقوله من غير داء جاء بعد ذكر الوشم، ولهذا قال القاري: متعلق بالوشم، إن احتاجت إلى الوشم للمداواة جاز وإن بقي منه أثر. فنقول لها: يا أمة الله، إن كان الأمر حقا كما تقولين سترا لعيب وليس التماسا لمزيد من الحسن، أرجو أن يكون في ذلك رخصة، لأن الحديث يقول: والواشمة والمستوشمة من غير داء. فإن كان ذلك لداء، يعني سترا لعيب ولا يراد به المزيد من الحسن والجمال، أرجو أن يكون من جنس المشروع بإذن الله تعالى. ننتقل بعد هذا إلى طيب استطراد. تسأل بعض الأخوات وبعض النسوة عن الوشم المؤقت، النقش المؤقت بقصد التزين، يكون على هيئة الوشم لكنه آلته ليست آلة الوشم، ليست بالإبر لتغرس في الجلد وتحشو تحت الجلد بالكحل ونحوه طريقة التقليدية المعهودة في الوشم، لا، ده وشم يكون على ظاهر الجلد مؤقت يمكن يزال كما تزال الحناء مثلا، أو كما يزال طلاب ظافر أو نحو ذلك. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذا يقول: يرخص في النقش المؤقت بقصد التزين بالضوابط الآتية: أن يكون مؤقتا، أي أن يزول تلقائيا أو يمكن إزالته، وليست له صفة الديمومة والثوابت والثبات. الأمر الثاني طبعا ألا يتضمن رسومات لذوات أرواح، إن بعض الناس بيرسموا طيور ويرسموا كذا من خلال الوجه، أو شعارات تعظم دينا محرفا أو عقيدة فاسدة. بعض الناس يرسموا نجم داود، يرسموا صليب، يرسموا كذا، طبعا ليس، حتى وإن كان مؤقتا وبقصد الزينة فلا يشرع في ديننا للبعد العقدي. انتفاء الضرر لعموم القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. انتفاء التشبه بالفاسقات والفاجرات فيما هو من خصوصيات، يعني في رسمة معينة لا تعرف إلا عند البغايا، هذه الرسمة المعينة وإن كان الأمر في أصله مشروعا لكن ما دامت التصقت ببغي، التصقت بفاجرة لا تعرف إلا بها، خاصة بها، فلا ينبغي
أن تقلدها مسلمة تؤمن بالله واليوم أيضا ألا تكون في مواضع العورة، ألا تكون في مواضع العورة إن كان ستتولى بها تزيينها غيرها من النساء. هي تعملها لنفسها يتصور، إنما غيرها من النساء تطلع على مواضع العورة المغلظة قد يعجب الناس، لكن هذا واقع موجود، الناس يحرصن على وشم في مواضع العورة المغلظة. هذا طبعا من جنون يعني التقاليع التي اخترقت بها حصوننا وعقولنا. على كل حال إن فعلتها يعني بنفسها لا نحرم ما أحل الله، لكن لا ينبغي أن تطلع امرأة أجنبية على عورة مغلظة من المرأة المسلمة لغير ما ضرورة ولا حاجة تنزل منزلة الضرورة. أثناء الولادة قد نضطر إلى أن يولدها طبيب مسلم فيطلع على العورة المغلظة لمكان الضرورة، لم توجد طبيبة مسلمة ولا طبيبة غير مسلمة وأصبحنا أمام حرج. ارتفع الحرج إلى هذا المستوى لا بأس، أما مجرد يعني تزين وترف وتنعم وطلب كمان ثم تطلع على عورتها المغلظة امرأة أخرى فهذا لا ينبغي. طبعا إن كانت في موضع الزينة الباطنة في الكتف ولا في الصدر ولا في كذا لا ينبغي أن تطلع عليها غير الأزواج والمحارم. سؤال تقول السائلة: ما حكم إزالة شعر الحاجبين بالليزر؟ وقبل أن أجيب أريد أن يعني أنبه إخوتي وأخواتي إلى أن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عقد مؤتمرا كاملا حول نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام. والله إن مخرجاته لو أنها وزنت بماء الذهب ما وفتها حقها، جهد بذل اجتمع عليه ثلة من الخبراء والفقهاء، أرجو أن ينتفع به من يصل إليه إن شاء الله. موجود على موقع المجمع amjaonline.org amjaonline.org. أرجو إن شاء الله إخوتي وأخواتي يحاولوا الوصول إلى هذا الموقع واستخراج مخرجات هذا القرار نوازل المرأة المسلمة خارج ديار الإسلام. بالنسبة لي يعني لقضية النبض وتهذيب الحاجبين، القرار يقول لا حرج، كلام واحدة واحدة عشان يفهموا بدقة، لا حرج عند الاقتضاء في تهذيب الحاجبين بالمقراض المقص، يعني زي ما بتعمل تريمينج أو توضيبة للشعر ممكن تعمل توضيبة للحاجب إذا كان سميكا، ما تفعله في شعرك شعر رأسك يمكن أن تفعله في حاجبك لعدم دخول ذلك في معنى النمص لغة ولا شرعا، لأنه ليس بإزالة ولا بتغيير لأصل الخلق. وأما نتف الحاجب فهو النمص الذي يتضمن تغيير خلق الله والذي وردت النصوص بنعم من تفعله أو تعين عليه. طيب النمص يتعلق بشعر الحاجبين وهو النابت على العظم الناتئ فوق العينين وعليه، فإزالة شعر الوجه بالنسبة لي المرأة أو ما بين الحاجبين جائز، وتهذيب شكل الحاجبين بما يسمى بالتشقير لا بأس به لأنه على أصل الحل ولا يدخل في حقيقة النمص. هذا خلاص ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة حول النمص، وأرجو أن تكون فيه كفاية بإذن الله تعالى. سائلة يعني كريمة تقول: أنا خجلت من السؤال في المجموعة وحبيت أثر هذا السؤال على الخاص، والله أنا فوجئت بأنه مطلوب على الخاص، لكن على كل حال لأني لا أعرفها ولأن المستمعين لا يعرفونها فلا حرج من طرح هذا السؤال لأن الحرج منتفي. نعم تقول: هل يجوز للزوج أن يمارس الجماع مع زوجته وهي نائمة على البطن أو على الجنب أو على الركبتين بشرط من القبل؟ يعني ممكن تعمل أي وضع كانت في حدود القبل فقط، وإذا طلب أي حركة غير معتادة هل تستجيب له؟ الجواب عن هذا يا أمة الله قول الله جل جلاله: نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. في حديث جابر كان يقول إن اليهود كانوا يقولون إن من أتى امرأته مجنبة وهي على جنب يعني جاء الولد أحول. عقائد. فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقال الحسن البصري إن سبب نزول هذه الآية أنهم يقولون يعني اليهود يا أصحاب محمد إنه لا يحل لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد وهو استلقاؤها على ظهرها أو نحو ذلك لا من جنب ولا من دبر في قبل. فنزلت هذه الآية. في حديث رواه الترمذي أن عمر بن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقاله هلكت يا الله. قال ما هلاكك؟ ما الذي أهلكك؟ فقال حولت البارحة رحلي. أدب الخطاب وجمال اللغة العربية. حولت البارحة رحلي يعني أتاها من دبرها في قبلها. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقالوا أقبل وأدبر واتق الدبر يعني مستقبلات أو مستدبرات ما دام في صمام واحد. أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. السؤال الرابع السؤال لا أدري إذا كان رقم صحيح أم لا، هل رجل الحق في راتب زوجته العاملة؟ سؤال جميل. وماذا لو كانت تضطر للعمل لإنفاق على علاجها لأنه لا يتحمل من نفقات إلا ما كان من جنس الطعام والشراب فقط؟ ده لعل هذا يقودنا إلى منظومة جميلة من الأحكام الفقهية المتعلقة بعمل المرأة. أولا الأصل هو قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها ولها في مقابل ذلك الإنفاق عليها وإعاشتها بالمعروف غير وكس ولا شطط، ولا حرج في عملها خارج بيت الزوجية عند الحاجة. لكن هذا في إطار الضوابط الآتية: أن يكون العمل مباحا شرعا متفقا مع فطرة المرأة ومصلحة الجماعة، التشاور والتراضي بين الزوجين بما تقتضيه مصلحة الأسرة. رقم ثلاثة أولوية مصلحة الأطفال في التربية والرعاية الصالحة وتقديمها على ما سواها عند التعارض. رقم أربعة الالتزام بالضوابط الشرعية في خروجها ومباشرتها لهذا العمل. طيب للمرأة الحق بالعمل، الحق في العمل بالضوابط المتقدمة في الحالات الآتية: إذا اشترطت المرأة العمل في العقد وهي بتتجوز من البداية. اسمع، أنا طبيبة صرفت من عمري 10 سنين ومش مستعدة أحبط هذه الحقبة من العمر، وأنا أحس إن أمتي محتاجة لي ومحتاجة إلى عملي، والطب نصف العلم. الشافعي كان يقول العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. كان يقول لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وكان يأسى إن المسلمين تركوا الطب لغير المسلمين فاطلعوا على عوراته وأخذوا أموالهم. لأنه امرأة مسلمة تعلمت وكدحت حياته. أنا بشتريت من البداية عشان مش تاني يوم بعد القوامة وبعد أن تصبح أميرا علي تقول لي اسمعي بطلنا ما فيش خروج. فأنا بشتريت من العقد من البداية إن أنا لن أقعد في بيتي من العمل، وإذا أصرت في المستقبل لك الحق في أن تصر ولي الحق ساعتها في أن أطلب التطليق للضرر مع الاحتفاظ بحقوق المالية كاملة. لا يكون خلعا، لا أرد لك ما بذلته لي من صدار أنك خالفت الشرط الذي استردناه في العقد. أو كانت عاملة قبل العقد ولم يشترط الزوج تركها للعمل وكان العرف يقتضي ذلك. واحد زوج واحدة طبيبة وما لهاش ما تقعديش في البيت، وكان العرف السائد في منطقته أن من كانت في مثل هذه الظروف إنها
الأصل أنها يسمح لها بمزاولة المهنة. إذا أذن الزوج فيه ولو لم يشترط في العقد، إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة، الزوج مرض لم تعد به طاقة للعمل، ما فيش مصدر تمويل دخل على البيت، من الذي ينفق على البيت والأولاد؟ ولهذا أصل يعني بنات العبد الصالح ما خطبكما؟ اسمع الجواب، قالت ابتدت بالضوابط، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. والسبب وأبونا شيخ كبير، أبونا لا يقوى على العمل لشيخوخته، وإحنا لما خرجنا للعمل لم نزاحم مع الرعاء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بعد هذا ده الكلام المهم بها، وما مضى كان مهما كذلك، تستقل الزوجة بما تكسبه من العمل، ولا حق لزوجها فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها أو بحسب الاتفاق بينهما. وللمرأة في الإسلام مسلمة كانت أو كتابية ذمتها المالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وفيما تكسبه من ثروة، ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد على الثلث من ذلك، ولا يحجر عليها إلا بالأسباب الشرعية العامة للحجر التي يستوي فيها الرجال والنساء. بعد هذا يجوز، تأمل في نقول بدقة، يجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت. الأصل تقعد في البيت عشان بتنام كويس، تفضل البيت كويس، جهز نفسها لاستقباله كويس جدا، لما تطلع تشتغل زيه من 8 إلى 5 في قدر كبير جدا من هذا ذهب عليه، فات عليه، وبالتالي لهما أن يأتمرا بينهما بمعروف، وأن يتفق على المشاركة بنفقات بيت الزوجية بنسبة ما يتفقان عليها، يتشاوران في ذلك بالمعروف. لكن أنا كل اللي أنا بقوله ده دي من قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. لكن جاء فقرة أخيرة جميلة تحتاج إلى تأمل جدا. إذا شاركت الزوجة زوجها في أعماله أو استثماراته الخارجية التجارية ونحوها مشاركة مهنية، العمل ده مش الطبخ، مش ترتيبة الزوجية، لا ده هو طبيب وهي بتعمل له البيلينج، بتعمل له مسألة الحسابات وإرسال الفواتير إلى المرضى ونحو ذلك، ده محاسب وهي بتجهز الأوراق والحسابات، لمشاركة مهنية مش أعباء منزلية. الفقهاء تحدثوا عما يسمى بحق الكدح والسعاية أو حق الكد والسعاية. إذا كانت تكد كما يكد وتسعى كما يسعى وتبذل جهد وتبذل عرق وقت، هذا ينشئ لها في ثروته حقا مهنيا بمقدار ما أسهمت به في هذا. دي حاجة تانية غير قضية النفقة والمتعة والعدة، دي قضية أخرى، تكلم على حق مهني مقابل مشاركتها له في عمل المهني. أنا بقول هذا الكلام لأن من يعيشون خارج ديار الإسلام يعرفون هذا المعنى تماما. واحد جاء إلى هذه البلاد تاربا لا مال له، وكون نفسه وبدأ يقف على رجليه، مراته معاه جنبا إلى جنب، كتفا إلى كتف، تطلع الشغل قاعد حتطلع كرسي جنبه وقاعد معاه وكتح، وبعد 20 سنة أو 10-15 سنة وقد فتح الله عليه وأفاء الله عليه من المال، يطلق هذه المسكينة ويروح يتزوج بواحد من الثانية أو سكرتيرة أو كذا، وقصص في هذا ومآسي مروعة. طيب يا سيدي أين حقوق المرأة؟ والله هي ليها نفقت عدة 3 شهور وليها مؤخر المهر، احنا متجوزين من 20 سنة، كم مؤخرها؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه كان الزمان بتشتري جاموسة، تشتري بقرة، الآن 1000 جنيه دي يا دوب تطلع تتغدى بيها غدوة برة في مطعم كويس يعني، أو حتى نص كويس يعني، كلمة كويس فيها شيء من اللي هي من التوسع يعني. بقى هي 1000 جنيه دي هي اللي من 30 سنة
لورا هي الألف مية هي هي. وبعدين وهو ده اللي هو ليها عندي وخلاص، تلم عزلها وتمشي بالسلام. وطبعا كان عندما يقال في الخارج بيعمل فتنة، لأن القوانين في الولايات المتحدة بتدي المرأة نصف أموال زوجها التي استحدثها بعد الطلاق، أنت ما فعلتها إلا بمساعدتها، فنصف أموال 50% كده و50% معك. نحن نقول هذا حكم بغير ما أنزل الله، ولسنا مع أحكام البشر التي تضاد وتراغم شرع الله، لكن أيضا لسنا مع هذا الشطط والغلو في تهميش الحقوق على النحو الذي يقول هذا الزوج المغاضب المفارق لزوجته التي أكلها لحما ثم رماها عظما. نقول عدة أشياء. شيء الأول إني حق الكد والسعاية إن كانت شاركته في أعماله المهنية ينشلها حقا مهنيا في ثروته، ده ملوش علاقة بالحقوق المترتبة على الزوجية. يا إما المسألة تحل صلحا أو تحل تحكيما أو تحل قضاء، يتفقوا نعمل تحكيم نذهب إلى المحكمة، ده رقم واحد. ورقم اثنين فيما يسمى بتعويض فرق التضخم عند الانهيارات الفاحشة. أنا قلت إن 1000 جنيه قبل 30 سنة كانت تشتري جاموسة بلغة الريف أو بلغة بعض سكان البادية، اليوم ده فالفرق الشاسع للانهيار الفاحش يعطي الحق في التقدير بالقيمة. الأصل في الديون، أنا بكرر حتى لا يفهم الكلام خطأ، الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها. الدين يرد بالمثل وليس بالقيمة، لكن عند الانهيارات الفاحشة، دينار العراقي قبل الغزو وبعده، العملة السودانية، العملة الكويتية قبل الغزو وبعده، انهيارات فاحشة مروعة. سوريا الآن كان الدولار ب50 ليرة، الدولار الآن بلغ كما كلنا حوالي 3000 ليرة. فهذا الانهيار الفاحش لا يمكن أن يقال هو نفس الألف ليرة بتاعت زمان، هي الألف ليرة اليوم، لأن التماثل ليس في الشكل، ليس في مادة الورقة التي صنعت منها الورقة، لما في قوتها الشرائية وما تحويه من مضمون، فيؤخذ في الاعتبار الانهيار الفاحش. والمسألة دي يعني توزع مصيبتها بين الطرفين على النحو العادل، الذي لم نحمل الدائن لوحده المصيبة دي وما كانش مسؤول عنها، ولا بنحمل المدين لوحده المسؤولية كانش مسؤول عنها، إنما يأتمران بينهما بمعروف وتحل المسألة صلحا أو تحكيم. بعد هذا تأتي قضية المتعة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهذه المتعة يعني هدية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. حسن بن علي مرة طلق امرأة وأمتعها ب10,000 درهم، فقالت متاع قليل من حبيب المفارق، يعني مهما أزيت قدمت لي أموال فهو قليل بالنسبة لفرقتك لي. فتقدير المتعة في كتب الفقه مسألة بالمعروف، الله جل وعلا أطلق فقال بالمعروف، والفقهاء لو فيها تقدير قالوا أدناها كسوة وأعلاها خادم. لكن على كل حال وثيقة الأزهر المعاصرة قدرتها بنفقة سنتين، شوف هي مدة 24 شهر، بتصرف الشهر كام مثلا؟ بتصرف 24 في هذه القيمة، ده تقدير، وقد يصل بها القاضي أو المحكم إلى أكثر من هذا. فقط إشارة إلى الحقوق. بارك الله فيك. سؤال آخر يقول السائل: هل اسم جبريل حرام؟ وهل تسمي بأسماء الملائكة حرام؟ لا حرج في تسمية الطفل باسم جبريل عند جماهير الفقهاء. نعم ذهب بعضهم إلى الكراهة، لكن الذي عليه الجمهور أن هذا جائز فلا حرج فيه. النووي رحمه الله يقول: مذهبنا ومذهب الجمهور
جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء، وعن الحارث بن مسكين أنه كره التسمية بأسماء الملائكة، وعن مالك أنه كره التسمية بجبريل يعني وياسين، لكن هذا القول يعني مرجوح. نبي سمى ابنه إبراهيم يدل على جواز التسمية بأسماء الأنبياء، وسمى يعني خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياة يعني في حياته إلى آخره، وفليس هذا من باب الكراهة في شيء. ولهذا جاء في كشاف القناع: ولا يكره أن يسمى بجبريل ونحوه من أسماء الملائكة. طيب ننتهي من هذا بارك الله فيكم. شوف السؤال الذي بعده ماذا يقول السائل الكريم: وجود صورة على كاسة بالإضافة إلى صورة القدس. صورة القدس لا بأس بها، صور ذوات الأرواح ينبغي أن نتنزه عنها، ترسم الشجرة وما لا روح فيه، فترسم القدس، ترسم الكعبة، ترسم المسجد النبوي منظر طبيعي، زهور كذا كذا لا بأس، لكن أرجو أن تتنزه وأن تتورع عن رسم ذوات الأرواح. ابن عباس قال لمصور لما سمع الحديث: كل مصور في النار، فأصابه ما يشبه الموت، قال: إنها صنعتي. فقال: صور الشجرة وما لا روح له وما لا روح فيه. أخت تسأل أو أخ، يا أخت تسأل أو أخ، أريد أن أسأل عن الميراث في هذه الحالة. مات رجل وليس له لا ولد ولا والد، الكلالة يعني. طيب، ترك زوجة وترك أختا وترك أولاد عم، نعم، وترك أولاد عم وأولاد عمه، كيف يكون تقسيم الميراث؟ يبقى مرة ثانية: ترك زوجة وأخت وأولاد عم وأولاد عمه، كيف يكون الميراث؟ فقال الجواب: نقول للزوجة الربع فرضا، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وللأخت النصف فرضا. وهذا في كتاب الله عز وجل في سورة النساء في آخرها: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو فلها نصف ما ترك، الباقي لأولاد العم تعصيبا، مش لا يشترك في هذا بنات العم. نعم، لحديث: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بالزوجة الربع، الأخت النصف، الباقي لأولاد العم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سؤال حول تحويل الرصيد في الهاتف، اشتريه من الموزع بنسبة ربح 3 جنيه في المئة، هل يمكن أن أبيع للمشتري 10 جنيه ب9 جنيه لأن نسبة الربح بسيطة؟ يعني أنا أريد أن أقول للسائل: نحن نبدأ بتكييف المسألة لنتعرف على حكمه. إحنا بنبيع فلوس بفلوس ولا نبيع النقد بخدمة؟ نحن نبيع نقدا بخدمة. لما ببيع رصيد ب9 جنيه مقابل 10 أو أكثر أو أقل، لو كنت تتحدث عن بيع نقود بنقود فهذا لا يحل ربا، لكن الحقيقة مش أنت تبيع خدمة، تبيع عدد دقائق، فإذا كان ذلك كذلك فلا حرج. لأن من أهل العلم من منع، أظن مفتي ليبيا منعه لأنه تصور أن هذا بيع نقد بنقد، لكن الحقيقة هذا بيع نقد بخدمة، بيع خدمة بنقد، تبيع كمية من الدقائق مقابل هذا المبلغ من المال. والدين أنها ليست نقدا، إن النقود تتمتع بخاصية التداول العام، الفلوس دي أقدر أشتري بها جروسرية وأملى بها بنزين في العربية وأسدد بها فواتير. هل بطاقة الهاتف دي تقدر تروح تشتري بها كيلو سكر؟
تملى بها من البنزينة؟ لا. إذا هذه لا تمثل نقود، تمثل دقائق. فإذا كنت تبيع خدمة بنقد فلا حرج، اكسب في هذا كما شئت بالمعروف، بارك الله فيك. سؤال: أثناء قراءة القرآن بين عدة أوجه من القراءات، وتنوه الطالبة عن الوجه تلو كل آية، كانت تقرأ بالقصر شيء إلى وجه التوسط، تقول مع التوسط، فتفصل بين الآية والأخرى بمثل هذه الكلمات. لعلنا نجيب عن هذا من جانبين. الجانب الأول الذي اتفق فيه القراء والفقهاء أنه لا حرج في قراءة آية أو آيات مرتبطة معنا بقراءات مختلفة. ممكن نجمع إما آية واحدة تقرأ بقراءات مختلفة أو مجموعة من الآيات لكن تمثل وحدة من حيث المعنى. إذا كانت مرتبطة بمعنى بقراءات مختلفة فإن تم المعنى جاز أن تقرأ بقراءة أخرى من المتواتر. وحجتهم في هذا أن المحافظة على المعنى واجبة، واختلاف القراءات قد يترتب عليه الاختلاف في المعنى، وليس كل قارئ للقرآن يعرف ما يخل بالمعنى مما لا يخل به، فلذلك منع الجمع بين القراءات فيما كان مرتبطا معنا وأجازوه فيما سوى ذلك. ومن ناحية أخرى الأمة متفقة على أن القراءة سنة متبعة لا تجوز مخالفتها، نقل ذلك غير واحد من يعني السلف. يستثنى من هذا الجمع الذي يفعلونه عند المدارسة والتعليم اعتمادا على أن الشيخ سيكون عارفا بما يغير المعنى ولضرورة التعليم. لكن بقيت يعني مسألة كأنها تسأل تقول وجود فاصل من كلام الناس بين آية وآية جائز، لأن هذا الأمر في مقام التعليم، واللي بيتعلم عارف إن كلامك أنت ده غير كلام ربنا عز وجل. فإن كنت تخشين يا أمة الله من الخلط بين كلام الله وكلام الناس، أظن أن هذه الذريعة بعيدة، وأن هذه الشبهة أرجو أن تكون منتفية، فيكون ما ذكرت على أصل الحل إن شاء الله. ما حكم الحديث بين المخطوبين في الهاتف بين فترة وأخرى وإبداء الإعجاب مع مراعاة الآداب والحدود؟ إذا كان الحديث بالمعروف فلا حرج، الحديث الذي لا يستحى منه أمام الناس، الحديث بالمعروف فلا حرج. أما إذا تجاوز الحديث إلى ما يكون بين الزوجين من مطارحة الغرام ونحوه فهذا لا يحدث. سؤال الحادي عشر: زوجي لديه ورث من أبيه في بيت لا يسكنه أحد، وأمه لا تقسم الورث من وفاة الوالد منذ سنوات غفر الله لها، وتوفي لها ابن لديه زوجة وأطفال معمرة ما شاء الله تبارك الله، وأيضا لم تقسم الورث أو تبع البيت. وعندما قالت إنها ستبيع البيت قالت لي لزوجي ليس لك أي إرث، لماذا يا سيدي؟ قال لأني سأخصم كل ما لي من صرفته عليك من زواج ومشاكل دفعت لك فيها فلوس، ما حكم الشرع في ذلك؟ ولم تعطي أولاد ابنها المتوفي أي حقوق من إرثهم حتى الآن. والله من المشكلات الشائعة تأخير توزيع المال بين الورثة، هذا تقع فيه كثير من الأسر. إذا مات الميت تقت أمواله بحكم الله عز وجل إلى ورثته بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. طيب، لا ينبغي لأحد كبر أو صغر أن يضع يده على المال عنوة وقهرا ويحول دون إمضاء حكم الله في هذا المال. حكم الله أن يقسم هذا المال بين الورثة، لكن إن طابت أنفس الورثة أن يتركوا المال على الشيوع وأن يتركوا أمهم تديره وتهيمن عليه وتصرفه، إن طابت أنفسهم هو هذا الشرط لمصلحتهم إن تنازلوا عنه فلا حرج. لكن الظاهر من السؤال أن الأولاد لا تطيب أنفسهم بهذا، وأنهم يخشون أمهم مهابة أو محبة أو لأي سبب
لا يريدون إغضابها وهي مصرة على الإبقاء على المال وعدم توزيعه، أنا أقول لها لا ينبغي لك ذلك يا أمة الله، لا ينبغي أن تحولي بين إمضاء حكم الله في هذا المال. أما قولها لن أعطيك شيئا لأني أنفقت عليك، جيد جزاك الله خيرا، احسبي نفقتك ونحسب كم له إرث ونعمل مقصة، إذا طلع عليه ياخذ وإن طلع عليه يدفع، إنما طلطجة كده ما ينفعش. أنت صرفتي 100,000 يعني جنيه مثلا، 50,000 زواج و50,000 مشاكل، وماله؟ وانت صرفتيه فعلا على الشيوع من مال التركة نحسبه، هو نصيبه كام نحسبه، يجي يطلع 80,000 يبقى عليه 20,000 يدفعها لبقية الورثة، يجي يطلع نصيبه 200,000 استوفى 1,000 يبقى نرجع له 1,000 بقية حقه. يعني التسوية والمقاصة بالعدل يا أمة الله قامت السماوات والأرض. آخر سؤال نختم به، السؤال الثاني عشر. أخت في الله زوجها كان لديه بيت كبير، باعه واشترى بثمنه معدات للشركة التي أنشأها، معدات شركة مقاولات، ويتسأل عن كيفية إخراج الزكاة. هل يخرج أولا عن رأس المال الذي يفوق 200 مليون نقدا من قوت تونس، أم فقط يخرج زكاة عن مرابيح الشركة، مع العلم أن الشركة قائمة وتشتغل منذ 3 سنوات؟ أولا أقول أن تمضي 3 سنوات بغير زكاة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى توبة، والسؤال تأخر 3 سنوات، ما كان ينبغي أن تتأخري في السؤال وتمر 3 سنوات بغير إخراج الزكاة إن كنت لم تخرج عن الفترة الماضية. رقم 2، أن زكاة عروض التجارة على رأس المال والربح جميعا، احفظ القاعدة دي، زكاة عروض التجارة على رأس المال والربح جميعا. لكن أي رأس مال؟ رأس المال النامي وليس رأس المال الثابت. رأس المال الثابت الذي ليس معدا للبيع والشراء بقصد الاسترباح ليس مالا زكويا. شركة مقاولات مثلا، أنا عندي عربيات اللي هي بتنقل واللي بتخلط المونة واللي بتعمل كذا، هذا رأس مال ثابت لا يحسب في رأس المال الزكوي. رأس مال ثابت لا يحسب في رأس المال الزكوي، إنما المواد الخام والأرباح كما ذكرت، عندنا حديد بنستخدمه في بناء العمارة، وعندنا زلط، وعندنا رملة، وعندنا أسمنت، وعندنا جير، وعندنا طوب، وعندنا خشب وأبواب وحدايد، إن هذه مواد إحنا بنستعملها عشان نبيعها، فهي تباع وتشترى بقصد الاسترباح. فرأس المال النامي هذا هو الذي يحسب في رأس المال الزكوي ويزكى الأصل والربح جميعا. أما رأس المال الثابت، عربية بتخلص يا مونة، هذه ليست معدة للبيع والشراء بقصد الاسترباح، هذه أدوات المهنة، وبالتالي هذه ليست مالا زكويا، بالغة قيمتها ما بلغت. يبقى في عروض التجارة الزكاة على رأس المال والربح، بس رأس المال النامي وليس رأس المال الثابت. افترض أنا عندي جامعة خاصة، مشروع استثماري استرباحي مثلا، أطلع الزكاة يعني على إيه؟ مش على مباني الجامعة، ولا على مكاتب الطلاب، ولا على أجهزة الكمبيوتر اللي بيشتغل عليها الطلاب أو الموظفين، إنما أنا ما الذي أبيعه وأشتري؟ صح، مواد تعليمية، دخول الجامعة من الطلاب، الأدوات الدراسية التي أستثمر فيها بيعا وشراء مع الطلاب، أجهزة الكمبيوتر اللي أنا ببيعها، المواد التي تباع وتشترى بقصد الاسترباح. لما أنا عملت ترتيب للجامعة حطيت لكل طالب كمبيوتر أمامه، هذا ليس مالا زكويا، هذا من أدوات المهنة. يبقى رأس المال النامي الذي هو محل للبيع والشراء بقصد الاسترباح فهذا هو المال الزكوي، أما رأس المال الثابت يمثل أدوات المهنة فهذا ليس مالا زكويا. زي اللي عنده تاكسي بيشغله، اللي عنده تاكسي بيشغله، وما نقولش آخر السنة احسب قيمة التاكسي كم وأخذ عنها زكاة، ده أداة المهنة، إنما كم دخل لك من إركاب الزبائن والعملاء، ففي زكاة المستغلات تكون الزكاة على الريع على الدخل
وليس على أصل الاستثماري المعد للتأجير وليس معدا للبيع والشراء بقصد الاستباحة. إخوتي وأخواتي، نعتذر أننا قد أطلنا عليكم، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.